والشاي كمان بيكون مهموم لأنه بيحترق بالنار ولأنه بيغلي على أقل من مهله. برد الشاي وأنا تعبت. بخاطرك لا تهتم لهاي الليلة، نزوة عابرة. اطلب الشاي يا دكتور ويكون مثل دم الأرنب، أنا جاي. آخ يا إيهان، يا حلوة شو انت ضايعة هون يعني؟ روح على شغلك. فاضي ما عندي شغل. روح من وشي. عن جد انتو نسوان طبعكم كتير صعب، ليش هيك متوترة؟ اهدي شوي روقي. شو رأيك نروح مشوار سوا؟ انقلع من وشي. وين ما كان بتكونوا، بالجبال بالمدن وبكل مكان بتكونوا، حتى عند الفطايس بتكونوا. انقلع. الله يلعنكم ناس تافهين. لوين رايحة أصلي؟ أصلي دكتورة! شو؟ لوين رايحة؟ رايحة محل ما بدي. ما فيك تروحي. رايحة. ما فيك تروحي. رايحة. ما فيك تروحي. ليش؟ 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 أنت اتصلت بإيهان وقلت له بدك تطلب الطلاق من أصلي، قلت ولا لا؟ قلت ولا لا؟ قلت؟ بس انت ما عندك الجرأة الكافية تطلع بوشي وتقلي اياها. لهيك انا عم سهل عليك الطريق، شو بدك اكتر؟ شش، تعالي لهون، تعالي لهون. ما بدي روح معك، عم تفهم؟ انا ما سألتك اذا بدك تجي معي او لا، عم تفهمي؟ انا ما سألتك عن رأيك اذا بدك تجي ولا لا. انت بحياتك ما سألت عني ولا رح اسأل.
لازم تتعودي على هالشي، فهمتي؟ ما رح اتعود. رح تتعودي غصبا عنك. ما رح اتعود ولا بحياتي رح اتعود. ما رح اتعود على تناقضك ولا على تصرفاتك الغريبة، ولا رح اتعود على انك جبان وما فيك تواجهني. اطلعي بالسيارة. اطلعي بالسيارة. اطلعي بالسيارة. عم اقول لك اطلعي. واذا ما طلعت شو رح يصير؟ شو رح يصير؟ خليني اقول لك شو رح يصير. ايه صحيح، بدك تمسكني من ايدي وبدك تاخذني وتجيبني وتحطني بالسيارة، هذا اللي رح يصير. بس انا تعبت من كل هالعواصف فرهاد، مليت من هالحياة. ولمعلوماتك مو انا السبب بكل هالشي، السبب انت، وحتى هاد اكبر دليل. مليت وتعبت مني لدرجة بدك تروح. ليش عم بتلومني لكان؟ روح مشان ما تخرب حياتك وكون انا السبب. يلا روح. اطلعي بالسيارة، اركبي ورح تكملي علاجك بمكان تاني. لا. يلا يلا. لا لا. قلتلك يلا. ما قلتلي طلعي من كل هالقصص؟ قلت ولا لا؟ بلا قلت. وأنا رح أطلع. هاي القصة انتهت، خلص انتهت. فيك تثبت العكس بعد الشي اللي صار؟ أكيد ما بتقدر. هذا اللي شاطر فيه تطلع وتسكت. عم تتطلع والنار عم تطلع من عيونك. انت ماشي بحياتك على كيفك وسابقني فيها بكل شيء اساساً. تتأسف وكأنه انتهت المشكلة. حياتك كلها أوامر. روحي نامي فيقي اقعدي. شو رح يصير من بعدي؟ انت ضعت بعالم ما بتعرف شي فيه. شو مشكلتك؟ ما بتعرف تحكي كلمتين عبعضهم؟ ولما ما بتعرف تحكي بتتوتر وبتصير تتهرب. انت كل مكان بتحس فيه انك خايف وعاجز بتتركه وبتتهرب. بس اذا بدك انا رح صير علمك. كنت رح اعمل هالشي. انا كنت رح اعمل كل جهدي فرهاد. قديش كنت قلك تحسن علاقاتك باخواتك؟ قديش قلتلك انه لا تنادي اخوك النائب يجيت؟ افتخر فيه وقول له هاد اخي يجيت. ما تقول الست يتار. وما تقلي اركبي بالسيارة. قلي انه بحبك. اطلعي بالسيارة. وانا كمان. ايه والله. ما بنتهي هالشي لانهي انا. لا تنهي. مثل ما قلتي بالضبط، رح أمسكك من إيدك ورح أحطك بالسيارة. ماني مستغربة أبدا. وما بتتحركي لأي مكان. شو؟ شبك؟ لا تقلق، قول اللي بدك ياه واسأل. شبك يطلع. صرخ، اعمل شو ما بدك، أساسا ما بيهمني. لوين كنتي رايحة لحالك بنص هالليل وما في حدا هون؟ لوين كنتي رايحة أصلي؟ أنا قلت لك بروح وين ما بدي وإيمت ما بدي. ما فيكي تروحي لوين ما بدك، عم تفهمي؟ بفهم من كلامك عم بتحاسبني؟ لك أنت بدك تجننيني؟ بدك تروحي بدون ما تخبريني؟ شو القصة؟ بدون ما خبرك؟ لكن هي شو بتعتبرها؟ لما بتتصل بإيهان وبتخبرها بخصوص دعوة الطلاق بدون علمي؟ أه؟ طول هداك اليوم ما حكيت ولا كلمة واحدة، وهلأ جاي بدك تحاسبني؟ بتقومي بتطلعي بنصاص الليالي؟ رحت بعد ما حضرتك اتصلت بإيهان، لهيك تركت البيت وما كان عندي خيار تاني. متعودة اطلع امتى ما بدي، بس انت اعمى لدرجة ما بدك تشوف غير اللي انت شايفه. وشو هالشي اللي انا ما عم شوفه؟ هاتي قليلي شو الشي اللي ما عم شوفه. يلا يلا احكي اصلي. انه انا بحبك. سمعت؟ انا بموت فيك اصلا. انا بحبك من كل قلبي.